يبدا جزئنا الرابع بماني وهو حس ان في حاجه بتحصل وان الارض بتهز من تحتهم الي مراته بتطمنه وبتقوله ان مفيش حاجه بس هو كان خايف على خوخه بنتهم واللي شفناها في اخر الجزء اللي فات الي بتحاول تقنعه ان هو يسيب لها شويه حريه بس هو ما سماش الكلام وراح يطمن عليها وكانت بتلعب مع صاحبها الانف وينر بياخدها ماني وبيمشي وواضح ان هو كان مقفل عليها جدا بنشوف لاول مره عيلة سيد واللي رجعوا علشانه اخيرا واتجمعوا سوا تاني ماني بيقول لخوخه شفتي ازاي ان كل واحد مننا محتاج لعيلته على طول وان مهما كبرتي هتفضلي محتاجه مامتك وباباكي بيطلب ابو سيد منه ان هو ياخد باله من جدته وبيجهزوا نفسهم علشان يمشوا وطلع ان هما بيدوروا عليه مخصوص علشان يشيلوه مسؤولية جدته، السيد طبعا كان متضايق من عيلته بس على الاقل بقى معاه حد منها، بس ايه ده؟ هي فين الجده مش موجوده؟ وبيروحوا كلهم علشان يدوروا عليها، ساعتها اخوها بتستغل الفرصه وبتروح هي ووينر علشان يكملوا اللعب بتفضل تلعب خوخه لحد ما بتخبط في ماموس ولد في سنها تقريبا بس ماني بيشوفها وبيروح ليها بسرعه وبيزعق لها واللي بيخليها تزعل منه وتمشي وماني بيروح وراها بتقول له خوخه انه كل شويه يحرجها قدام اصحابها وان هي بتكرهه وساعتها بتنشق الارض ما بينهم، بيقع ماني وسيد ودييجو على قطعة جليد بتتحرك بيهم في المية وماني بيقول لعيلته إن هما يتحركوا ناحية الجسر وهو هيحاول يوصل ليهم هناك، وبيفضل هو وسيد ودييجو يعوموا في البحر بقطعة التلج دي، وبيقابلهم أهوال كتير بس بيقدروا إن هما يتغلبوا عليها، وكمان بيلاقوا جدة سيد اللي كانت تايهة منهم نايمة في جذع شجرة، بيشوفوا بعدها طائر وبيعرفوا إن هما قربوا من الأرض. بس بيطلع ان الطائر ده جاسوس لمجموعه قراصنه وراح بلغهم ان في وليمه جايه ناحيتهم علشان ياكلوها وفعلا بينجح القراصنه ان هم يمسكوهم ويربطوهم بيتكلم معاهم القرد قائد القراصنه وبيخيرهم يا اما يقتلوهم وياكلوهم يا اما يشتغلوا معاهم في السرقه ويبقوا من رجالتهم بيرفض ماني طبعا العرض ده والقرصان كان هينفذ تهديده وهيقتلهم وهيبدا بجدة سيد بس ديجو بيقدر ان هو يقطع الحبل وماني بيحرر نفسه وبيهجمه على الحيوانات الشريره وبيفضلوا ان هما يتقاتلوا مع بعض، بيوقع ماني جزع شجره كبير في نص السفينه بيقسمها نصين، وبيقع منها كل الغنايم اللي كانوا سارقينها، بيتقسم كل فريق منهم على لوح تلج بعيد عن التاني، والقرد بيوعد ماني ان هو هينتقم منهم على اللي هما عملوه ده، ماني بيطلع النمره اللي كانت مع القراصنه قبل ما تغرق، وبيضطروا ان هما يخلوها معاهم على اللوح بدل ما تغرق في الميه، بنروح بقى لإلي وخوخه والفران وهما ماشيين في طريقهم مع بقيه الحيوانات، ورايحين على الجسر زي ما ماني قال لهم، بالليل وهما بيستريحوا من المشي بتقابل خوخه الولد الماموس اللي كانت بتلعب معاه وبيتفقوا ان هما الصبح يبقوا يتمشوا سوا مع بعض اما المجموعه بقى فضلوا عايمين في المايه لحد ما وصلوا لجزيره وماني بيطلب ان هما يعملوا مركب علشان يرجع لاهله بس شيره النمره الشريره بتحاول ان هي تهرب منهم وديجو بيجري وراها بيقدر ان هو يمسكها بس بيلاقي ان الكراسنه كمان في المكان وبيستغلوا حيوانات الهامستر اللي في الجزيره علشان يعملوا لهم سفينه ضخمه من الجليد ماني بيقولهم ان دي فرصتهم في ان هم يسرقوا السفينه علشان يرجعوا تاني لاهله بيتكلم مع حيوانات الهامستر وبيتفق معاهم ان هم يتحدوا سوا علشان يحرروا اخواتهم اللي بيبنوا السفينه وهم هيسرقوها علشان يرجعوا لاهلهم بالليل دييجو بيتكلم مع شيرا وبيقدم ليها ميه وبيحاول يقنعها ان القرد ده ما فيها وسابها تغرق بس هي كانت شايفاه لسه القائد بتاعها تاني يوم والمجموعه بتتفق على الخطه بيلاحظوا ان شيرا هربت وراحت للارض بتعرفوا ان الماموس على الجزيره وهو بيزعلها ان هي ما قتلتوش وبيقول لها تروح تقتل النمر اللي معاه يا إيه اما ما ترجعلوش تاني بتبدا خطه الهامستر ومعاهم ماني واللي بتنزل لهم الحيوانات من السفينه علشان يحاربوهم ديجو بيكون مستخبي وبيطلع علشان يحرر حيوانات الهامستر اللي القرد حابسها وسيد وجدته بيفكوا حبال السفينه بس بذكائه يسيب الحبال علشان ياكل توت واللي بيسبب له شلل مؤقت. بيكتشف القرد ورجالته ان دي خدع معموله فيهم وان ده مش ماني الحقيقي. بيكون ماني اخذ سد اللي ما كانش قادر يتحرك وجدته وبيعموا ورا السفينه اللي جريت، والقرد كان وصل للميه وفضل ان هو يطاردهم، بس نجحوا ان هما يسبقوه ويطلعوا على السفينه. في الوقت اللي دييجو كان قدر يقنع شيرا ان هي تروح معاهم بدل العصابه اللي هي عايشه معاها دي، بس وهما بيجروا علشان يركبوا السفينه، القرد كان هيوصل لهم، فبتضحي هي وبتفضل وبتزحلق القرد وبيقع. وبتهرب المجموعة بالسفينة بس هو مبيسكتش وبيكسر جبل جليدي كبير وبيعمل سفينة تانية وبيعرف رجالته ان هما لما يوصلوا هيقتلوا ماني وكل عيلته معاه بنرجع بقى الحيوانات وهما لسه في طريقهم للجسر وخوخة بتروح مع الماموس واصحابه وبيدخلوا في كهف بس كان هينهار عليهم وبيلحقوا نفسهم وبيخرجوا في اخر لحظه، جدة سيد بقى كانت عماله ترمي فاكهه في المحيط وبتقول لهم ان هي بتاكل حيوانها الاليف، بس هم بيحاولوا يقنعوها ان الحيوان ده مش موجود وان هي بتتخيل، بس الحقيقه بقى ان كان في حيوان فعلا بياكل الفاكهه اللي بتترمي، لما بتوصل الحيوانات للجسر اللي كانوا رايحين له بيلاقوا ان هم اتدمروا ووقع في الميه، في وقت ما بيوصل ماني بالسفينه وبيحزن جدا لما بيلاقي ان الجسر اتدمر. والجبل بيقع بالحيوانات اللي عليه لما بيقربوا بتظهر لهم خوخة وبيفرح ماني بس بيلاقي ان القرد معاها وان هم وصلوا بالسفينة قبلهم وقبضوا على الحيوانات بيسلم ماني نفسه ليهم علشان يسيبوا بنته بس هم بيكتفوه وبيعرفوا القرد ان هو هيقتلهم كلهم بيجي الأنف تسحب خوخة وبيضرب رجل القرد وبتقدر ساعتها ان هي تهرب منه وبيستغل ماني الفرصه وبيفك نفسه وبتبدا معركه تانية ما بين الفريقين بينط سيد مع جدته علشان يساعدهم بس رجاله القرد كانوا اقوياء ساعتها بتتدخل الجده وبتنادي حيوانها الاليف اللي كانت بتاكله طول الطريق بيطلع فعلا ان هو موجود ومش بس كده ده بيطلع حوت عملاق وسيد وجدته بيستخبوا في بقه بتروح شيرة علشان تحاول تفك الي تساعدهم في المعركه وبيعرف رجالة القرد إن هي بقت معاهم وبيزقوها مع بقية المجموعة وبيحاصروهم كلهم، بس بيظهر الحوت الضخم ومعاه سد واللي بيخلي الحوت يضربهم بالميه ويوقعهم، بس القرد بيرجع لسفينته واللي كانوا ربطوا إيلي عليها تاني وكان مقرر إن هو يقتلها علشان يعاقب ماني، بس بنتهم خوخة بتطلع على شجرة وبتلف بسرعة وبتخبط القرد خبطة بتوقعه وبتنقذ أمها، بيروح لهم ماني وبيرجعهم لسفينته بس لما بيجي يعدي هو بيطلع له القرد، بيفضلوا يتخانقوا سوا في الوقت اللي الجبل خلاص كان بينهار عليهم ومن حركة الصخور بيترفعوا هما الاتنين ويفضلوا يحاربوا بعض فوق قطعة الجليد اللي بتجري بيهم بيفضلوا يضربوا في بعض شوية لحد ما القرد كان وقعوا خلاص هيضربوا ويقتلوا بس ماني بينط على اخر القطعة وبيرفعوا في الهواء وبيضربوا يطيروا بعيد قطع الجليد بتتكسر وماني كان هيخبط ويموت بس بيجي الحوت وبينقذه على اخر لحظه بيرجع ماني لاسرته من تاني وبتقرر شيرا إنها تفضل مع ديجو والمجموعه بيزق الحوت السفينه كلها لحد ما بيوديهم لجزيره الهامستر واللي هم كانوا ساعدوهم في حربهم مع القرد علشان يعيشوا كلهم فيها في سلام